اهلا بكم مشاهدينا، متواجدون بمدينه قصر البخاري جنوب ولايه المنديه لنرصد لكم بعض الصور الجميله التي صنعها الشباب استغلالا في فتره الحجر الصحي. فعلا صور رائعه زادت جمالا لهذه المدينه العريقه، لنشاهد مع بعض في هذا التقرير. هذه الجدارات منحت الأحياء الشعبية بمدينة قصر البخاري روحا جديدة، شخصيات جزائرية وأجنبية مشهورة، رسومات تحاكي عراقة وإنجازات كل ناد. غلينا فترة الحجر الصحي في هذه المبادرات اللي درناهم، رسومات على الجدران، وكما احنا السيبورتر تاع السي ار بي رسمنا هذا الرسم تاع السي ار بي، ونتمنى تكون في كاع الأحياء ان شاء الله تعم في كاع الاحياء. والمبادره اللي كنشوفوا فيها هذه راه ابناء الحي قايمين بالمبادره هذه من الجيوب تاعهم، من الجيوب تاعهم الخاصه، وكنا ننتظروا من البلديه التفاته يعني. لكن والله اعانه ولا أمه صبيغه والله، لكن ما شفنا حتى شيء من عندهم. هكذا أراد أن يعوض المناصرون حرمانهم من التواجد في المدرجات ليصبح بذلك الإبداع شعارا للمنافسة، كما أن الغاية من هذه المبادرة هو دعم اللاعبين خلال هذه الفترة الاستثنائية. هذه الفكرة لم تتوقف عند حدود مدينة قصر البخاري فقط، بل تجاوزتها لتعمم في مختلف ولايات الوطن، فالفراغ الذي فرضه الحجر الصحي كان سببا في بعض الإلهام في أوساط الشباب للتعبير عن عشقهم لأنديتهم. جاتنا الفكرة، كنا قاعدين هكذا يسمى من لا خدمة لا مدمة لا ردمة، ومع الخدمة ما كانش، قلنا يا نوفل تفاهمنا مع أصدقاء، قلنا والله غنديروا نهار ونبدأ بديناها بالنظافة. ومن بعد جاتنا المبادرة تاع نصبغوا الحي، بدينا الصبيغة والتزواق. كما راكم تلاحظوا في الحي مد منظر جميل، الطريقة اللي هنايا الناس اللي تدخل من هنايا هما كيشوفوا ياخذوا النظرة مليحة ويتوعوا، وإن شاء الله المبادرة هذه نشوفوها في كل أحياء مدينة قصر البخاري ولا أحياء مدينة ولاية المنديه. نطلبوا منهم يتوعوا ويتعاونوا، ولازم تكون نظافة في البلاد. فقد تكون هذه الرسومات خير آنس للمناصرين في انتظار زوال هذا الوباء والعودة من جديد إلى الملاعب.